يسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين، وبداية أسبوع جديد نتمنى من الله أن يكون هذا الأسبوع مليء بالجد والاجتهاد أكيد ودائما بتحقيق الأمنيات. اليوم موضوعاتنا كثيرة وحابين أنه إحنا أكيد نواكب الأحداث التي صارت وحدثت في المملكة العربية السعودية، لكن قبل ما نبدأ في تعريفنا بفقراتنا اليوم خليني أكيد أرحب في زميلتي مجدولين. هلا فيك مجدولين. يا هلا ومرحبا يا منى، وأسعد الله مساءكم أيضا مشاهدينا. اليوم بالتأكيد أنا منى نطل عليكم من خلال هذا البرنامج لطرح العديد من المحطات المتنوعة والمختلفة، وتحديدا بدايتها في محطة مساحة حرة. سنتحدث ونسلط الضوء على ما مدى أهمية الهدايا في أو تأثيرها على العلاقات الاجتماعية، وأيضا ما مدى تأثيرها تحديدا لتجديد العلاقة الزوجية بين الزوجين، وهل بالفعل المرأة تحب الهدية أكثر من الرجل؟ كل هذه التساؤلات بالتأكيد ستجيبنا عليها الأستاذة اليوم راح تكون معنا ميسة أسامي. يعني موضوع جدا جميل وموضوع مهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، يعني هو من باب المحبة ومن باب المسامحة ومن باب التعاطف بين شخص والآخر. زي ما قالت مجدولين، ما مدى أهمية الهدية في بناء الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية مع بعضنا البعض؟ أكيد الأستاذة ميسة اليوم راح تجاوبنا عن الأسئلة حول هذا الموضوع والهدية في بناء أكيد العلاقات الاجتماعية. كما مشاهدينا لدينا العديد من التقارير والفعاليات التي واكبت الحدث وتم تغطيتها من قبل كاميرا حياتنا. مشاهدينا يسعدنا مشاركتكم، تواصلكم معنا من خلال وسائل التواصل اللي حتظهر عندكم على الشاشة. دحين هناخذ هذا الفاصل ورجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد أكيد التذكير بوسائل التواصل الخاصة فينا، ويسعدنا أكيد أنكم تتواصلوا معنا من خلالها وتعطونا الموضوعات اللي إحنا حابين أو حابين أنتم شخصياً إنه إحنا نناقشها نلقى لها حلول. أكيد ناخذ بعض النصائح من أصحاب الاختصاص في مختلف مجالات الحياة. أول محطة اليوم راح تكون معنا وهي مداخلة هاتفية. مجدولين حيكون موضوعنا اليوم جدا مهم، يعني بالتأكيد أكيد. خلينا نقرأ للمشاهدين الخبر. مبادرة تحقيق أمنية للطفل مريض السرطان. مبادرة لتحقيق أمنية انطلقت من العاصمة الرياض في عام 1433 تحقيق أماني الأطفال المصابين بمرض السرطان بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية كجمعية سند أو الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، وأيضا بعض المراكز، مراكز الأطفال ومدينة الملك فهد الطبية قسم الأورام ومستشفى الحرس الوطني قسم الأورام. للمزيد طبعا مشاهدينا عن هذه المبادرة الإنسانية انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بندر البريدي، ناشط اجتماعي ومشرف على مبادرة تحقيق الأماني. أسعد الله مساءك. يا هلا ومرحبا استاذ بدر. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو تكرمت استاذ بندر حدثنا عن هذه المبادره الانسانيه والهدف منها، وايضا كم عدد الاطفال اللي انتم فعلا قدرتوا انه تحققوا امانيهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد. مبادرة تحقيق أمنية هي مبادرة تم تخصيصها للأطفال المصابين بمرض السرطان في جميع مناطق المملكة مثل الرياض والدمام والخبر والقصيم. طبعا مبادرة تحقيق أمنية هي مبادرة خيرية للأطفال، عبارة عن بعض الأجهزة أو ما يتطلبه الأطفال من أمنيات، يعني نحاول نحقق لهم
خلال ال 24 ساعة أو 48 ساعة بعد تكفل فيها من الناس أو مبادرين بتحقيق هذه الأمنية. جميل. انطلقنا من الرياض العاصمة الحبيبة في عام 1933 بحيث أن نتعاون مع الجهات المختصة أو المراكز اللي فيها أطفال مصابين بالسرطان من سن 5 أو 6 سنوات إلى سن 13 سنة ممتاز أو 14 سنة. طبعا بالتعاون مع الاخصائيين الاجتماعيين او الاخصائيات الاجتماعيات في المراكز هذه او المستشفيات بحيث انهم يعني يتلمسوا حاجه الطفل يعني ايش يحتاج من امنيه نحاول نحقق له بحيث انه تخفف عنه الالم والوضع اللي هو الصحي اللي عايشه في المستشفى بحيث انه ما يقدر يتعب بحيث انه هو مريض سرطان يعني. رائع جدا. طيب استاذ بندر يعني لو رح نتكلم يعني ما شاء الله قلت لنا انه توسعتم خارج الرياض لم تكونوا محصورين فقط في منطقة الرياض، لكن خلينا نتكلم عن الجانب النفسي الخاص في الأطفال، ما مدى يعني ايش ردة فعلهم؟ كيف كانوا من وكيف كان تعبيرهم لهذه المبادرة الجميلة؟ هل أكيد نفسيتهم تغيرت؟ يعني حكي لنا شوية عن هذا الموضوع. طيب من الناحية النفسية طبعا كلها أثر نفسي كبير جدا على الطفل بحيث أن الطفل يعني يكون منتظر شيء وسبحان الله يعني في خلال وقت معين يكون متوفى قدام يده. هذا بالعكس ينعكس على الطفل انعكاس إيجابي ونفسي صحيح يعني أنه صحته تتحسن أكثر. الولد يعني يكون من أول مستشفى مثلا من فترة وياخذ علاج كيماوي فيحتاج أن الشخص أنه أو اللي احنا مبادرين فيها أنه يعني تعطيه جانب معنوي ودافع. احنا نسميهم ابطال السرطان او محاربين السرطان او مجموعه من اطفال السرطان المحاربين للمرض هذا. فهذا ينعكس عليه نفسيا حتى تتحسن صحته ويبدا يتفاعل يبدا ياخذ العلاج يبدا يتكلم يبدا يسولف مع اللي حوله. هذا له تاثير نفسي يعني حول 80% على صحه الطفل. صحيح بالتاكيد وتحديدا هذه المبادره فعلا مبادره انسانيه. استاذ بندر هل هناك كلمه او رساله ودك توجهها من خلال حياتنا؟ أول شيء أشكركم وأشكر برنامج حياتنا على هذه المداخلة وقناة السعودية الأولى على تواجدها في هذه المحافل والأشياء الجميلة من بعد لدعم المبادرات. طبعا أحس يعني جميع الناس والأشخاص اللي يسمعونا عبر الهاتف أنهم يتواصلوا معنا عبر الهاشتاج تحقيق أمنية لدعم مبادر الأطفال لأن عندنا يعني في كل أسبوع طبعا أمنيات الأطفال صحيح نحاول نحققها نحاول انهم يعني يكونوا جزء من المجتمع يعني يشعروا بطفل السرطان وانهم يكونوا ويقفون معه بجانبه. ويعطيكم الف عافيه وشكرا لكم. ويعطيكم الف عافيه بعد وجزاكم الله كل خير، يعني الله يعطيكم العافيه على هذه المبادره الانسانيه فعلا لانها مثل هذه المبادره فعلا تعود باثر ايجابي على الاطفال وتحديدا مرضى السرطان. شكرا جزيلا لك واتمنى نكون ساهمنا ولو جزء بسيط في هذه المبادرة. صحيح طبعا أكيد يعني موضوع جدا مهم وكمان تواصلا لهذا الموضوع مجدولين يعني الشهر اللي راح من أكتوبر كان يعني حملة عالمية أكيد والكشف المبكر عن سرطان الثدي وحملة احمي نفسك بنفسك كانت مواكبة لهذه الأحداث حيث أقيم معرض البيت الوردي الذكي التوعوي لسرطان الثدي تحت شعار احمي نفسك بنفسك واشتمل على العديد من الأركان التوعوية لطريقة الفحص الذاتي وأيضا طرق الوقاية من سرطان الثدي. عفانا الله وإياكم من هذا المرض. دعونا نتابع سويا هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. سرطان الثدي بالرياض فعاليات الحملة التوعوية لسرطان الثدي. وتأتي هذه الحملة في محاولة لرفع الوعي والحد من وصمة سرطان الثدي عن طريق التعريف بالأعراض والعلاج، كما أن زيادة المعرفة سيؤدي حتما إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ويعد شريط الوردي أبرز رموز التوعية بسرطان الثدي، وبرزت الحاجة إلى ثقافة الشريط الوردي بهدف زيادة التوعية لمكافحة هذا المرض، وهي الحركة الاجتماعية المهتمة بصحة المرأة ولنحد من سرطان الثدي ونحيا حياة طيبة. احنا نستهدف النساء بدرجة أولى طبعا من سن المراهقة إلى يعني سن 70 أو 80 سنة أو ما فوق،
طبعا لان احنا هدف الحمله اصلا اساسا الكشف المبكر لسرطان الثدي، يعني مجرد انها تكتشف الموضوع بشكل مبكر يكون لها يعني فوق 95% نسبه الشفاء ان شاء الله. رساله لكل انثى في السعوديه، مرض سرطان الثدي اصبح ظاهره في عوامل، موضوع حساس، دائما احنا نحاول احنا نخفي الموضوع حتى يوصل للمراحل المتقدمه. البيت الوردي مشكورا مع جمعية زهرة ووزارة الصحة، حقيقة وصلوا رسالة بالبيت الوردي ومفهومة انه الموضوع ما يستحق انه الاخفاء والتعتيم، هو مرض كأي مرض وجدا مرض خطير وصار الحين شائع. احنا نحاول نكتشف الموضوع قبل حدوثه ونحن نحاول نعالج الموضوع قبل ما يحصل. حياكم من جديد مشاهدينا. قبل ما نتكلم وسلط الضوء فعلا على الهدايا وتأثيرها طبعا في العلاقات الاجتماعية، خلينا نتحول للشيف محمد بهجت ليحدثنا عن الطبق اللي جهزنا هو اليوم تحديدا عشان المشاهدات اللي ودهم فعلا يحضروا مقادير هذا الطبق يمديهم يجهزوها. خلينا نحول دحين نتحول إلى الشيف محمد بهجت. حياك الله معنا يا شيف. هلا وسهلا فيك. برحب بالسادة المشاهدين، برحب بالسادة الزملاء معايا خلف الكاميرا. اليوم عندنا طبق سهل وبسيط ومطلوب، يعني احنا دايما انا بلاحظ وكمان طلب مني اكتر من مرة ان انا اشرح كيفية طريقة تحضيره، وهو الرز على طريقة صينية او بيسموه الفرايد تشيكن رايس. مكوناته سهلة اعتقد بسيطة برضو، متواجدة في جميع بيوتنا وممكن جميل. احنا نسويه في البيت وبطريقة صحية وبطريقة سليمة بحيث ان احنا بنحافظ على صحة وسلامة افراد اسرتنا. بتكون من بصل مفروم، خضروات الموسم المتواجدة في البيت زي الفلفل، زي البسلة، زي الجزر، زي البصل والثوم، الدجاج طبعا انا بسويه اليوم النكهة بتاعتي بالدجاج والصويا صوص، واذا حبيت انا اخليه شوية سبايسي او شوية في حرارة طبعا اذا كنتش هقدمه الاطفال فبحط الشطة حارة. جميل. اذا كان طبعا في اطفال بتاكل طبعا انا بعمل الاكل بتاعي بدون اي سبايسي او حار. جميل. ان شاء الله طبعا في خلال لما نرجع للفقره بنشوف مكوناتنا، طريقه التكوين بتاعته سهله، في ممكن بيتعمل مع البيض المقلي، في ناس ما بتحبه بالبيض، فبالتالي هنعرف خطواتنا وهنعرف طريقه تحضيره، فان شاء الله تابعونا في فقره ان شاء الله تكون لذيذه وشيقه لكم. اكيد رح نرجع لك شيف يعني وناخذ تفاصيل الطبق اللي خاص فينا اليوم، واكيد خلينا نتكلم عن فقرتنا الرئيسيه لهذا اليوم. يعني قلنا انه الهديه لها تاثير كبير في بناء العلاقات الاجتماعيه، كان في حوار بيني وبين مجدولين تحت الهواء انه مش في كل الاوقات صحيح. واحيانا بيكون للاسف بتنفهم بمفاهيم مختلفه وبتنفهم بمقصودات اخرى، لكن اليوم حبينا انه احنا نتكلم عن الهديه اكيد، واكيد راح نسال الاسئله اللي في بالي انا ومجدولين لضيفتنا اليوم. اكيد معنا استاذه ميسا. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيك يا اهلا ومرحبا فيك يا استاذه ميسا. استاذه ميسا بدايه يعني موضوعنا اليوم ما مدى تاثير، لا قبل ما نطرح الاسئله اللي احنا نطرح الايجابيه صحيح نطرح الايجابيه بدايه، يعني ما مدى تاثير الهدايا في العلاقات الاجتماعية أو بناء العلاقات الاجتماعية؟ أول شيء الهدية هي شيء مادي ملموس، يعني مختلفة عن العادات اللي هلأ عم تدرج بيناتنا عن الواتساب والفيس، وإذا بدك تبعتي هدية لحدا فبتستخدمي التليفون بتستخدمينه، فهي شيء ملموس مادي بس أساسه وغايتك له هو شيء معنوي. فأنت لما إحنا بدنا نقدم الهدية بالدرجة الأولى بدنا نوصل رسالة محبة، رسالة مودة للشخص اللي نحن عم نقدم له الهدية، رسالة إنه أنت شخص مهم عنا، إلك قيمة معينة بقلبنا. فطبعا أكيد هي كتير بتأثر بالعلاقات الاجتماعية، كتير إلها للأسف هلأ هالعادات شوي عم تندثر عنا. أنا يعني بقول إنه هي الهدايا هو من أرقى أنواع السلوكيات،
هلا احنا عندنا سلوكيات كثير للعلاقات الاجتماعيه، بس الهديه هو شيء بسيط، يعني انت ما لهم محددين، لا محددين شو الهديه، فانت عندك المجال متاح، عندك السعر متاح، عندك كثير الوقت اللي بتحبي، فكتير سلوك راقي. ويعني يا ريت نرجع نتعامل فيه مثل قبل، للاسف بحكم هالحياه الصعبه شوي بلشت العلاقات الاجتماعيه تنقطع، يمكن ما منزور جيراننا، يمكن ابصر من امتى، كثير كل شيء بلش، فيا ريت نرجع هي هالعلاقات هي ونبلش بالهديه، هي كثير جست حلو، يعني انت لما تفتحي الباب تلاقي قدامك حدا وجايب لك هديه، قولا واحدا رح تنبسطي فيه. صحيح. في شغله انه هلا نحن دائما بنحب الشيء الحيوي، يعني لنفرق بين انه طب ليش الهديه بتفرحنا، مو مثل مثلا انه ايه طيب انا مثلا ممكن باي نهار ببعثوا لي على الفيس مثلا ممكن هديه وكلمات حلوه وكذا، نحن دائما بنحب الشيء اللي فيه الحياه، يعني الفرق بين الشيء اللي فيه الحياه، يعني الرسائل من زمان مثلا لما كانت تجيكي عن جد ما كنت تحسي انك مبسوطه فيها، انت عم تفتحيها متشوقه انك تقري شو اللي بقلبها، ريحه الشخص بتكون موجوده بالوراق، الكتابة يمكن تحسي حالك عم تلمسي نوعا ما حتى لو كان بعيد يعني نسبة، هلا الرسائل بتحسيها نفسها يعني متكررة وانت دغري بتعملي هيك ترجعي بتبعتيها، ما فيها هديك الخصوصية. صحيح. الهدية بتحسيها انه عن جد فيها خصوصية حلوة، فيها حياة، فهذا الشيء اللي بيخلينا كتير يعني نحب هاي الامور، وطبعا كتير إلها على العلاقات الاجتماعية كتير إلها إيجابياتها بالتأكيد. طيب بما أنه تكلمتي ميسا عن العلاقات الاجتماعية، يعني دائما بيكون يعني في بعض الأوقات بيكون في خلافات وبيكون في مشاحنات حتى إذا كانت على مستوى الأسرة الكبير، ليس بين الأخوة، على مستوى الأسرة الكبير بيكون في مشاكل ومشاحنات، هل الهدية بتلعب هنا دور في التسامح والعفو والرضا بعضهم عن بعض، ولا بيبدأ مثلا الشخص المهدى ممكن يشوف نفسه على اللي هادي، ولا إيش بالضبط؟ لا هلا هي اكيد طبعا بتحرك مشاعر، بتلمس المشاعر بالدرجه الاولى، فلا طبعا هي اذا كان في مشاحنه، في مثل ما قلتي بغضاء، في مثلا حساسيات بين حدا مثلا. صحيح. مثل ما حكينا ممكن جيران، ممكن اهل باسره كبيره، ممكن جد وجده، ممكن طلاب بالمدرسه مثلا حسوا انه غلطوا شوي مع المعلمه، فلا طبعا هي الهديه أرقى تعبير عن يعني إنه وصول الإحساس، كما بيقولوا إنه حابة أنا أوصل لك إحساس إني أنا عن جد ممتنة لجهودك، أنا عن جد غلطت بحقك، أنا تصرفت معك تصرف غير لائق، فأنا لا أعبر عن هالشيء هذا بكل بساطة، يعني هي شغلة هيك كتير صغيرة وحلوة ويكون فيها هيك شوية ذوق رفيع. يتقبلها يجلس، أنا أقول لها لأمل قبل الهواء، يعني أنا حصل معايا موقف، يعني نتكلم من خلال تجربة ومن خلال واقعنا طبعًا. أنا سويت جمعة حريم، في وحدة نسيت إني أنا أقول لها تفضلي، فأنا زعلت، بالتأكيد زعلت، فأنا أخذت هدية ورحت عندها البيت، زعلت أكثر، يعني أنا لقيت بالعكس أول شيء أخذت الهدية قالت لي أصلاً هذه عندي منها كثير، يا لا لا أول شيء أوكي، أنا أصلاً ما أحب هذا النوع من دهن العود وعندي منها كثير وما بستخدمهم، وبعدين اعتذارك مرفوض، يعني وهي لا أنا أخطأت، يعني أنا مجرد نسيت يعني عرفتي كيف، يعني في هذه الحالة تحديدا حضرتك من خلال يعني تخصصك انك اخصائي اجتماعية وايضا اسرية وتربوية، يعني في هذه الحالة انا كيف اتصرف؟ هلا اول شيء هون يعني للاسف حابة لك يمكن في ازمة نفسية عندها، لانه دائما الشخص المتسامح المتصالح لا بالعكس بيعترف بهيك امور بيلاقيها شغله كثير كبيره، شغله كثير حلوه، هالدليل على انه انا الانسانه هاي صح مثلا ما عزمتني، صح ما قالت لي، بس عبرت عن انه انا يعني اسفه بس بطريقه غير مباشره. هلا انت كان تعبيرك قمه الذوق، يعني قمه الرقي لما انت هلا انت ما كنتي مضطره مثلا انك انت تروحي وتعتذري، بالضبط ما كانت يعني مجبره، صحيح خلاص انتهى الموضوع، يعني بس يمكن هي عندها شويه ازمات نفسيه في مشكله شوي في ازمه نفسيه بالموضوع، في ازمه نفسيه دحين على كلمه ازمه نفسيه قاطعتني نهايه عشان تكوني عارفه انت قلتيها. لا هيك اشخاص متعبين على فكره، حتى معشرهم متعب، يعني انت بتحبي تصادقي ناس لانت ترتاحي لهم، لانت اذا كنت حاسه بشيء بسيطه ومريحه وسهله، يعني هذه سبحان الله في ناس طباعها صعبه، احلى من العلاقات السهله بتختلف، يعني من شخص لاخر بيختلف انه طباعه صعبه، في ناس طباعها بتكون عندها اللين وممكن انه تتقبل، ممكن تقول لك انا ما زعلت، بس بالعكس ممكن تصير معي، يعني انا لو صار معي هالموقف ممكن اقول ممكن تصير مع اي شخص مثلا ما حزعل، عرفتي كيف؟ بس موقف غريب على فكره عن جد، لانه ما في أحلى من العلاقات البسيطة، دائما الواحد يكون بسيط بحبب العالم يعني من حوله. صحيح. وكل ما كان نفسيته معقدة شوي شوي بتبلش العالم تهرب من قدامه، وسبحان الله
تحسيها بتنتشر التعقيدات، يعني بتكون تحلل كثير موجوده. صحيح. طيب ميسا، اذا بنتكلم عن الهدايا، يعني الهديه لها قيمه معنويه فعليا زي ما انت قلتي، اذا بنتكلم عن الهديه بين الزوج والزوجه، ايش مدى تاثيرها؟ طبعا الزوجه على طول الوقت بتكون تستنى هديه، عمال على بطال تبغى هديه، لكن خلينا نقول في تجديد العلاقات الزوجيه، هاي لها يعني فعلا بتاثر ولا بيكون عادي ومن باب الفرحه وبينتهي الموضوع؟ لا اكيد خلينا نقول ايام ما كانوا مخطوبين اكيد كانوا بيهدوا بعض، اكيد كان في هي اللفتات الحلوه بيناتهم. صحيح. فلا طبعا بحكم الحياه وصعوباتها والاولاد والمشاكل صحيح. فاكيد المراه حتى الرجال على فكره بيتمنى بينطر الهديه، هلا بجوز ما بيعبر او على الاغلب ما بيعبر، بس لا الكل بينطر الهديه، وخصوصي اذا كانت بوقت مفاجئ، يعني احنا ما ننطر يوم معين او مناسبه معينة. لا خلي تكون دائما في تبادل بالهدايا، يعني كان من طرف الزوجه وكان من طرف الزوج، يعني كثير في لها تاثير حلو، كثير بحسسها انه او هي حتى بتحسسه انه انت موجود عندي، صح في مشاكل شوي لهتنا عن بعض، بس يعني بالتاكيد مكانك موجود ومحفوظ، بالتاكيد هي لمست مشاعره الحلوه من جوا. هو بجوز اذا لقاها تعبانه مثلا من اي موضوع من اي شيء ففاجئها بهالهديه، ما يعني اكيد حتكون مثل البلسم مثل ما بيقولوا يعني. صحيح. لا لازم وضروري يواظبوا على هي الاشياء، وفي يعني في اساسيات يتبعوها، مثلا ما يعني يصير في تنويع بالهدايا، مو انه كل مره نفس الهديه انه ايش بدي اجيب له او شو بدي اجيب له، لا لازم يكون في ابداع بهذا الموضوع، حتى لو طريقه ما كان تقديمها. صحيح. طريقه تقديمها لازم، مثلا انا بعرف زوجتي بتحب لون معين، ممكن ندخلها بالتغليفة تبع الهدية هاللون، كمان لازم ندغدغ المشاعر شوي، ممكن بيت شعر صغير، وردة، يعني هذا الحكي ايه طبعا أمر مفروغ منه، وبنرجع بنقول إن كان من الزوجة وإن كان من الزوج، يعني ممكن الزوجة تقول لا ايه وهو ملتهي بالشغل وما بيحبه ورجال ما بيحبوا هاي الأمور، لا بيحبوا. يعني نحنا خلينا نكون على الفطرة، الأطفال اي كان ذكر ولا انثى بيحب الهديه. صحيح. طب ما نحن كنا اطفال، معناتها خلينا نرجع للفطره بتقول انه لا نحن عن جد بنحب الهديه، مو بقيمتها، بنحب قيمتها المعنويه مو قيمتها الماديه، فلو ما كان فينا استطاعه انه نشتري هديه غاليه او شيء، مهم انه نرسل رساله هي انا متذكرتك، هي معنويه اكثر، انا متذكرتك. حتى في شغله انه اذا صار مثلا مشكله بين الاطفال، يعني الاطفال موجودين والام والاب صار في بيناتهم مشكله، يا ريت يكون هذا يعني تقديم الهديه وكعربون صلح يكون بين الاطفال. اول شيء بنعود اطفالنا انه قديش هذا الاسلوب سهل، والاسلوب السلوكي سهل وراقي. ثاني شيء انه معلش نحن لو صار في مشاكل ولو صار في اي شيء حساسيات بين الزوج والزوجه، كأسلوب اعتذار وموجود، برافو، بنرسل للاطفال رساله انه لا ما تخافوا، يعني الموضوع عادي بنختلف، بس نحن حنقدم اعتذار علني. يعني فهي كتير كمان طريقة حلوة وكتير بتعطي رسائل إيجابية مو بس للزوج أو الزوجة وللأطفال كمان. فلازم يواظبوا الأزواج على موضوع الهدية، كتير لها تأثيرها المعنوي ولها تأثيرها، تحاكي المشاعر، بتفوت للأحاسيس، يعني كثير تعتبر لفتة حلوة عن جد. يعني على طاري الأطفال أستاذة ميساء، يعني دحين بتتكلمي عن الأطفال، كثير من الأطفال بيعانوا أو من العائلات عفواً بيعانوا مثلاً في حالة إنه وصل طفل جديد، اللي أكبر منه بالتأكيد حيصير عنده غيرة مثلاً من وصول هذا الضيف الصغير، فكثير مثلاً إيش تقول لك روحي أشتري لعبة من السوق واعطيها للبيبي. صح. أقولي له هذه من أختك الصغيرة أو البيبي، أو يعني أو أخو. هل صح. باعتقادك هذه طريقة صحيحة؟ يعني هل الطفل في حالة يعني حتى لو كان عمره سنتين أو 3 سنوات، هل حيعتقد فعلا أنه الطفل الرضيع هذا نزل على السوق وقدم هدية لأخوه؟ هل هذه طريقة صحيحة؟ هلا هي طريقة صحيحة بالمجمل، طبعا طريقة صحيحة. هلا ممكن يكون صغير مثل ما قلتي ما يقدر يستوعب أنه لا أكيد مو أخي الصغير راح، إذا أنا ما أقدر أروح على السوق فشحل، بس هو خلاص بالمجمل حس أنه هذا الطفل الجديد ما أجا أخذ مكاني. حتى لو فهم طريقة غير مباشرة أنه لا أنا أهلي أكيد اشتروا لي إياها، بس معناتها أنت مكانتك موجودة عند أهلك ومحفوظة، ما راحت بحكم أنه أجا الطفل الجديد. الطفل الجديد حيجي حيكون أخ وسند لإلك، ما حياخذ لك مكانتك بالعائلة. فلا بالعكس كتير طريقة حلوة، حتى نحن طريقة حلوة أنه نجيب له طبعاً هدية ويقدمها. حتى الضيوف اللي بيجوا، يعني لما بيجوا مباركين مهنيين بيجوا بيهنوا بالمولود الجديد، إذا كان في طفل على الأغلب بيجيبوا له هدية أنه أنت ما أحلاك وأنت أحلى منه ونحن بنحبك أكثر، يعني فبيوصلوا له رسالة أنه لا أنت مكانتك لحال، صح إجا ببو جديد وهيك، بس أنت مكانتك موجودة، جبنا له هدية بس جبنا لك هدية أحلى. وكتير كتير كتير طريقة حلوة، أنا كتير بلاقيها طريقة، لا
لازم اذا كان في بوبو جديد نعامل الطفل اللي اكبر منه بشوي بهالطريقه هي. كثير بيكون مبسوط وكثير بترجع له ثقته بحاله وثقته بنفسه، يعني كثير معززه الثقه بالنفس هالموضوع. صحيح. هذا صحيح طبعا. طيب ميسا، لو رح نتكلم عن انه الهديه هل دائما هي مربوطه بالاعتذار؟ يعني دائما لازم يكون في مشكله عشان انا ابدا اهدي؟ حتى احيانا بين الزوج وزوجته، احيانا لما الزوج بيهدي زوجته بتقول له ايش المناسبه، يعني دائما حتى لو بالافلام بنشوفها او بالمسلسلات ايش صاير تقول لك تقول لك ايش عامل. صحيح، هذه اللي دائما بتصير. فليش دائما برضو في معتقدنا احنا وبداخلنا هي فعليا هي وسيله للتسامح وللتراضي، بس دائما بيكون في المعتقد في الداخل انه هي وسيله للاعتذار، وسيله انه انا بداري فيها شيء صار. ليش دائما مربوطه بهذا الموضوع؟ لا، هلا هي ما لازم تكون هيك مربوطه للحقيقه. هلا هي بتتخذ احيانا موضوع اعتذار، بس هي في لها كثير اهداف. ممكن يكون انت تعرفتي على صديقه جديده حابه تبرهني لانه انا مبسوطه بصداقتك، عزمتك لعند على بيتها اول مره، كثير حلو انك تفوتي لعند العالم اول مره على بيتهم تكون معك هديه. كثير بتعبر عن يعني رقيب الاخلاق، كثير حساسيه، بتحسي انه البني ادم كثير حساس. حتى لو الواحد يدخل بيده حلا، يعني اي شيء مجرد انه يدك على، سبحان الله، كيف احنا بنقول بالامراض الوقايه خير من العلاج؟ من جد الوقاية خير من العلاج. يعني لو أنت عادة من غير ما مثلا يصير بيني وبينهم أي موقف سلبي، مثلا أنه كل ما أدخل عندهم ما فيها شيء، عندهم مناسبة حلوة في العيد، في عيد الأضحى، في عيد الفطر، في رمضان لما تدخلي مثلا مدخلة هدية معاكي، مثلا زي نفنوف رمضان، نفنوف العيد مثلا، نقول لو زرناهم في مثل هذه الأشياء، أعتقد أنه يعني فعلاً تزرع جميلة، شيء بتكون إيجابي شيء جميل، صح. وجميل بيكون في نفس الشخص. حتى لما نروح منهني حدا بسلامته، إذا نحن رايحين على المشفى مثلاً شخص مريض، رايحين نهني الحمد لله على سلامتك، أخذين معنا مثلاً على فرد شوكولا، هو أكيد هلأ مو وقت الشوكولا أبداً، أكيد ما رح يقدر ياك، بس نحن عم نعبر له بطريقة حلوة أنه نحن حاسين فيك ونحن قلبنا معك ومشاعرنا معك، فنحن حبينا نجيب أي شيء بسيط، ممكن ورد أي شيء، بس مجرد أنه نحن نوصل له رسالة أنه أنت جواتنا، أنت موجود بقلبنا وبعقلنا وعم ندعي له، يعني كثير هاي الأمور. بس كمان طبعا مثل ما قلنا للصداقة، للاعتراف بالود، الوالدين دائما لازم نهديهم، نقدم لهم هدايا، يعني فضلهم ما بينتسى نهائيا. صحيح. قد ما قدمنا لهم أصلا ما منوفيهم حقهم، بس بين كل فترة وفترة نتذكرهم بهدية. وموضوع الاعتذار هي كثير بتجي حلو، في كثير أشخاص عندها ما ردة فعل الاعتذار عنده صعب، بيقول لك انا ما بقدر اعتذر. ايوه انا بخجل. وفي كثير من لا ما بتخجل، ما تعودت، ما بحب، ما بتخجل. والله من جد استاذه ميساء، انا اعرف واحده تقول انا ما اعتذر لاي شخص ما كان اكبر مني في السن. طيب اوكي، طب كيف تبغي تعتذري مثلا لفلان يعني كبيره في السن؟ ممكن ادخل جايبه حلا معايا كأنه من غير ما اقول انا، ايوه صحيح، انا ما اقول اسف لاي، اسف لاي احد. الشخصيات هذه كيف تقدري تحلليها مثلا انه انا ما اقدر اعتذر؟ هلا هي عنده عند هو بيكون عن يعني بشخصيتهم بأطباعهم عنيدين. احنا بنقول بالعاميه ما بيحطوا واطئ. ايوه ما بيتنازلوا كثير، مستحيين انه يعتبروا كمان الاعتذار من التنازل او من انه بيضعف شخصيته او بيضعف شخصيته بقلل من نفسه. صحيح. شو انا خصوصي اذا كان حدا اظهر عدم ثقه بالنفس؟ لا، ما ادري، انا احسها عدم ثقه بالنفس لما انا احيانا هيك، احيانا بيكون بالطبع والله عنيد. ولد صغير وانا اقول له انا اسفه، يعني ولد صغير ما هو كبير مثلا في السن، يعني ما ادري، انا اعتقد انه بيكون عندهم نقص فبيعوضوه. ممكن يكون بالتربيه، بالطريقه هذه ممكن يكون بالتربيه، يعني الجو اللي عاشوا فيه ما كان في عندهم هذا الموضوع انه لا غلط عادي، ما خلص غلطت عادي، ان كان كنت صغير انا امك اذا غلطت بحقك بعتذر منك ما في مشكله. ممكن ما تربوا على هي هالسلوكيات هي انه او الاعتذار شغله كثير كبيره، انه انا كل وجودي وكل مثلا دراستي ممكن كل شيء اجي اعتذر، ما حتى لا ان كان كبير ولا ان كان صغير، يعني ممكن يكون الشخص اصغر مني او اكبر مني بس ما بعتذر منه. طب خلينا ما تعتذر منه، هي عندنا وسيله كثير سهله وكثير راقيه ندرب عليها. صحيح. الهديه، تاخذ الهديه بس بطريقه معينه، يعني ناخذ الهديه ونروح ونحن نفسنا حلوه، نحن الابتسامه على وشنا، مو اخذين الهديه وانه يلا مستعجل يلا حاعتذر، لا انا يعني لازم تكون الهديه بالرضا هون بموضوع الاعتذار، هديه بكامل الرضا. واذا ماني قادره اقول معليش لا تزعلوا مني اكتبها بكرت واحطها مع الهديه. ممكن طبعا هي في كثير سلوكيات. صحيح. بسيطه كثير وبنتدرب عليها وبنقدر انه يعني نتعود عليها اذا ما عندنا سلوكيات الكلام، عندنا سلوكيات ثانيه. اعتقد ممكن انه الاطفال مثلا ياخذ هذا الشيء من والديهم، من الام. ايوه بيكتسبوا الشيء هذا من الام او الاب، يعني في حاله شافوا مثلا الاب والام انه بيقدموا هدايا، يعني ما ادري الاقي انه هذا ممكن يكتسبوه
منهم. صح طبعا. هلا مثل ما حكينا من شوي انه اذا الاب والام اختلفوا فمعليش يقدموا الموضوع يعملوا هالموضوع هذا قدام اطفالهم. كمان لما الاب والام بيروحوا لعند ابوهم وامهم يعني تيتا وجده وبياخذوا كمان هدايا فكمان الطفل خلص تعود على هذا الموضوع. وفي نقطه حلوه هلا انا كثير عم بلاحظها بالمدارس عم يعودوا كثير الاطفال على موضوع الهديه. يعني مثلا حفظت القران بفاجئوه مفاجاه بالهديه يعني ما بيقولوا له انه مفاجاه بلاقي انه عنا هي ماما اجينا اخذنا هديه شو السبب لانه صار هيك لانه مثلا وقفنا جينا بكير على المدرسه لانه حفظنا لانه قدمنا ما ننطر لاخر السنه لحتى تجي الوقت النجاح ونجي نعطيهم الهديه. صحيح. فكمان عم تكون حافز يعني الهديه لازم تكون حافز خصوصي عند الأطفال. مع الوقت خلص بيتعود الولد انه انا لازم كل فتره وفتره اهدي حدا انا حتلاقي اهديه وكمان حاهدي حدا بصير في عنده متعه لما بيهدي يعني والله. والمدارس بيسووها ترى صحيح يعني كل المدارس صحيح. فعلا صحيح. دائما بيقدموا كل المدارس على هذا الموضوع وتحديدا والحكوميه المدارس الحكوميه صحيح. بيقدموا والحكوميه والخاصه بس انا ليه اقول حكوميه لان انا بنتي فازت بقراءه القران الكريم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تجويد وحفظ غيب سوره ال عمران ما شاء الله تخيلي وما شاء الله ادوها اشواره وسنسال ذهب الرئاسة طبعاً يعني مكافأة لها تحفيز رائع رائع يعني حتى المدارس الحكومية الخاصة من هم صغار بالتمهيد يدوكي نجمة يدوكي صورة مثلاً بتأثر بنفسيتهم شريطة يعني وتكون مبسوطة تقول لك لأن أنا كتير بتأثر بنفسيتهم كتير بيربوا على هاي العادة الحلوة كتير. صح. والله أنا ابني يعني من فترة صغيرة كان هو وأخي بمكان عام فشاف بارفان إنه ماما بدي أشتري لماما فإجا ما في لا مناسبة ولا شيء إجا جايب هدية. وفي شغلة حلوة بموضوع الهدية إنه تتقدم علني يعني هي ما لها صدقة لأنا بيني بين الشخص قدمها على جنب هي موضوع علني فأنا إذا بدي أقدم هدية لمعلمتي بقدمها يا قدام المعلمات أو قدام الطالبات يعني أنا حابة أعبر لها عن امتناني إنه أنت عملتي مجهود معي. صحيح. حابة أقدم هدية لأمي قدام أخواتي قدام صحيح. باقي الأهل يعني الموضوع الهدية إنه تكون بشكل علني مو إنه والله مثلا مثل صدقة إنه يلا بدون ما حدا يشوفنا على جنب أعطيها الهدية أنا وياها لحالي لا. صحيح. أحلى شيء بالهدية إنه تكون قدام المجتمع قدام العالم أنت عم تعبري عن امتنانك للشخص عن تقديرك له عن محبتك له قدام أمام العالم. يعطيك ألف عافية أكيد نشكرك في الختام أستاذة ميسا أسامي أخصائية اجتماعية وأيضا أسرية وتربوية كل الشكر لك على هذه المعلومات الجميلة اللي قدمتيها لنا اليوم فعلا نشكرك على النصائح اللي قدمتها وفعلا يعني الهدايا لها تأثير إيجابي على صح. المجتمع كان لازم نجيب هدايا معنا اليوم المرة الجاية الله يعطيك ألف عافية. مشاهدينا طبعا حننتقل من الهدايا وتأثير الهدايا في بناء العلاقات الاجتماعية إلى تقرير عن حفل جمعية الأمير سلطان لذوي الاحتياجات الخاصة. أقامت جمعية الأمير سلطان بن عبد العزيز لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة المنورة احتفالا تحفيزيا لهذه الفئة فلنتابع مشاهدينا هذا التقرير مع الزميلة فدول مطبقان نشوفه نرجع لكم. والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. افراد يعانون نتيجه عوامل وراثيه او بيئيه مكتسبه من قصور القدره على تعلم او اكتساب خبرات ومهارات او اداء اعمال يقوم بها الفرد السليم، ولهذا تصبح لهم بالإضافة إلى احتياجات الفرد العادي احتياجات أخرى من نوع خاص. فئة الأطفال المعوقين فئة غالية على المجتمع بصفة عامة، وجمعية أطفال المعوقين أعطت أولوية اهتمام بهذه الفئة من جوانب خدماتهم العلاجية والتعليمية. الجوانب الاجتماعية والترفيهية لها دور فعال في تنمية مهارات هذه الفئة ودمجهم في المجتمع وتقاربهم مع البيئة المحيطة بهم. هذه الاحتفالات التي تسعى الجمعية الأم بصفة عامة أن تقوم بها ومركز أمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أن يحييها هي نوع من تدمج الترفيه والتعليم في نفس الوقت. الترفيه
بحيث أنه تقدم لهم بعض الفقرات والبرامج الترفيهية التي تساعدهم على يعني خلق نوع من البهجة والفرح بصفة عامة. الجوانب التعليمية فهي نوع برضو هذا جانب مهم لنا في 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 تأهيل الأطفال المعوقين. والناحية الثالثة اللي هو دمج الطفل المعاق في المجتمع. فنحن في فعالياتنا هذه دعينا مدارس التربية والتعليم حضرت زملاء لهم من مدارس عامة، حضر الأمهات، حضروا شخص كبار شخصيات لمشاركة الأطفال فعاليتهم هذه. أنا دائما لما أحضر بنتي في هذه الاحتفالات بالعكس بتفرح، بيحسوا بمكانتهم، ما بيحسوا إنه مهمشين في أي مكان في أي وقت. كوني أنا بنتي يعني دائما بأدعم هذه الحفلات، كوني أنا اليوم مشاركة كمان في هذا الحفل ودعمت فيه وقدمت هدايا للأطفال، لأني أنا أحس في بنتي تنبسط بهذه الأشياء، وبل كل الأطفال اللي زيها يعرف إنه هم أغلى شيء عندنا، ما هم شيء كده على جنب عندنا يعني في أيوة. هل هذه العوائد الإيجابية بتكون على مدى قصير ولا مستمرة على مدى بعيد؟ لا بتكون يعني بتديهم إيجابية، بتغير حتى من طريقة تفكيرهم إنهم هم قادرين يسووا أي شيء، لأن الناس بتدعمهم، بتوقف معهم، بتفرحهم، بتسعدهم. نفوس أضاءت لدروبها مصابيح الأمل والأمان للسير في هذه الحياة، ولم تجعل لإعاقتها عثرة في سبيلها، بل جعلت من سيرتها الذاتية خبرة يتعلم منها معاصري هذا الزمان. احنا اول شيء فريق تطوعي ماخذ الرخصة الدولية، ماخذين الرخصة الدولية من ميعاد عواد الحافظي، هي رئيس الجروب. تواجدنا هنا طبعا امل، تفاؤل، ندي رسالة لكل معاق، حتى مو بس معاق، ايتام، اي فئة، انه ترى عشان انت توصل ما انت محتاج اي حاجة، هو من جواتك، خليك واثق في نفسك، ما انت محتاج اي شيء، هي الهرجة كلها من جواتك، تمام. الشيء الثاني، احنا متواجدين نبغى نتفاعل مع الاسر، نوجه لهم رسالة، ترى احنا معاكم، احنا جنبكم، احنا ترى ندفعكم، انتم مو عشان حالة خاصة معناته احنا ما حنتدخل معاكم، لا بالعكس احنا معاكم. رغم صفحات التحدي التي تتقلب امامهم، إلا أنهم موسوعة من الحب والعطاء، موسوعة تحمل في مجلداتها أسمى رموز الصبر في معركة إثبات الذات، وأسمى معاني التحدي في معركة البقاء، فأصبحنا نقرأ في وجوههم ملامح النصر والكبرياء. أكيد طبعا تحتاج إلى لياقة بدنية ورياضة، لأنه الطفل ده عبارة عن جسم، والجسم ده لازم يعني أي جسم في العالم لازم يلعب رياضة، علشان يعني ده بيغير في الناحية النفسية والعقلية والجسمانية وشعوره نفسه، فده بيهيئه إنه هو يعني يحس إنه هو زيه زي الطفل السليم، ما فيش أي فرق بينه وبين الطفل السليم، فده بيشعره يعني بيخليه يفرح من جوه نفسه ويشارك زيهم ويفرح ويحس ان هو ما فيش فيه عنده اي مشكله. لم تفكر هذه الفئه حين خرجت باكيه على هذه الدنيا ما هي احتياجاتها، ولم تكن ايضا من ضمن خياراتها ان تسمى بذوي الاحتياجات الخاصه، ولم تكن ايضا مطالبها كثيره، مجرد بصيص من الامل والبسمه والعطاء يكفيها. فهل نحن كأفراد في هذا المجتمع استطعنا أن ندخر جزءا من عطائنا لهذه الفئة؟ لحياتنا، المدينة المنورة، فدوى مطبقاني.